اليوم بفاميلي عم نعمل جولة على الجامعات مثل ما بتعرف، وتنشوف آخر أخبار جامعة روح القدس الكاثوليك مع شهادة ضمان الجودة. اليوم معنا باستوديو دكتور جورج يحشوشي، أهلا وسهلا فيك. أهلا، مساعد رئيس الجامعة ومدير مكتب ضمان الجودة لكينا بالإيزاك. معنا بروفيسور نعيم عويني، كمان مساعد مدير الجامعة للعلاقات العامة. وطبعا موضوعنا رح يكون ضمان الجودة، هالتيتر اللي أخذته جامعة روح القدس الكاثوليك واللي لازم نتعرف عليه. بتصور نحن أكثر يمكن طلابكم صاروا يعرفوا كثير منيح عن الموضوع. صحيح، نحن التنين صراحة احتفلنا باعتماد الجودة لاعتماد المؤسسة للجودة بجامعة روح القدس الكاثوليك، هو اعتماد أوروبي European Institutional Accreditation، وهيدي من قليل الجامعات اللي بلبنان عندها هالاعتماد، واللي هي هيئة أوروبية قدمته لجامعة الكاثوليك بعد عدة سنين من التقييم ومن التطور المستمر. الاحتفال كان برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن دياب، وهذا الشيء عن جد يعني برهان، هو شهادة جودة للكاثوليك على كل المستويات ما خص حياة الطالب الجامعية، من نواحي الأكاديمية، من نواحي الإدارية، الأبحاث والعلمية. هذا شيء مهم للطالب، مهم حتى للعاملين بالمؤسسة، إنه هذا هن كلهم عاملين بمؤسسة، أو الأساتذة كمان عاملين بمؤسسة عندها الليبل هالأكريتيشن، وهيدا شهادة فخر للكل وكمان للبنان بشكل عام. اعتماد جودي أوروبي، يعني في أي كورسز لازم تكون عم تنعطى بهالجامعة؟ في أي يوروبيان مبعرف منهج أوروبي لازم يكون عم ينعطى أو مش ضروري؟ هو صراحة بأوروبا في شيء اسمه European Standards and Guidelines، واللي هن شروط الجودة لازم الجامعات الأوروبية يكون عندها إياها. وعلى هالأساس كمان بالاتحاد الأوروبي وضمن اتحاد الجامعات الأوروبية صار فيها هيئات لضمان الجودة بالجامعات، والجامعات الأوروبية بتسعى لتبين إنه هي شروطها العلمية الأكاديمية وحتى الإدارية بتطابق هالمعايير تبع اليوروبيان ستاندردز اند جايدلاينز. فنحن بجامعه روح القدس الكاثوليك شهاده الاكريتيشن اللي اخذناها انستيتيوشنال اكريتيشن بتبرهن انه نحن العمل الاداري والعمل الاكاديمي بالجامعه، حتى الحوكمه او الجفرنس تبع الجامعه هي بتطابق مع هاليوروبيان ستاندردز اند جايدلاينز، يعني مع معايير الجوده الاوروبيه. رح نحكي عن تفاصيل يعني كيف وصلنا لهون، بس جامعة روح القدس الكاثوليك هي الوحيدة اللي عندها هالاعتماد، وعلى أي أساس؟ لا، هي ثالث جامعة بلبنان عندها هالاعتماد، هو اعتماد المؤسسة. أنا بتسمحي لي هون اليوم أشكر معالي وزير التربية بروفيسور حسن دياب والمدير العام للتعليم العالي بروفيسور أحمد جمال، يلي اشتغلوا شغل كتير كبير بهالموضوع وأرسلوا لمجلس النواب مشروعين قوانين مهمين. أول مشروع هو تنظيم التعليم العالي الخاص، وثاني مشروع هو إنشاء هيئة ضمان الجودة بالتعليم العالي يلي هي رح تكون هيئة مستقلة. أهمية هالمشروعين، هو كلنا بنعرف إنه بلبنان في 45 مؤسسة تعليم عالي، واليوم بالتطور يلي عم بيصير على صعيد العالم لازم هالمؤسسات بلبنان تكون تابعة للكريتير الأساسية تيكون فيها الاعتراف والتعاون مع جامعات مؤسسات بالخارج. من هيك هالمشروع القانون رح يسمح انه لهالهيئه المستقله تقدر تعمل اوديت على كل هالمؤسسات كل 5 سنين، تعمل اوديت على برامجها، على اساتذتها، على طلابها، على هيكليتها، على كيفيه تطبيق القوانين يلي موجوده فيها. وهيدا الشيء بيساعد كثير المؤسسات التعليم العالي بلبنان انه تتوجه نحو تبني هيئه الاعتماد ضمان الجوده بمؤسساتها. وكلنا بنعرف انه تنوصل لهالاعتماد هو مشروع طويل، بعتقد الدكتور يحشوشي رح يحكي عنه بعد شوي، بس هو في شق داخلي بنسميه نحن الايفالويشن انترن اللي بتصير بقلب الجامعه تتحضر الاعتماد الخارجي. هيدا جامعه بده يكون في عندها مكتب ضمان جوده، بده يكون في تعاون كامل مع كل الأجنحة الموجودة بالجامعات على صعيد الطلاب، على صعيد الأساتذة، على صعيد الإدارة، تنقدر بعدين نوصل لضمان الجودة. هنشوف شو تأثير هالشي على الطالب يعني وعلى شهادة يلي عم يخدم منها الجامعة، بس كيف نوصل لكينا هالاعتراف بالجودة على المستوى مزبوط. الأوروبي؟ هو صراحة يعني رحلة طويلة. نحن عنا بالكاثوليك بلشت من سنة 2008-2009،
وكان قرار كبير بالجامعة هو الانفتاح للتقييم الخارجي. أنا برأيي كل جامعة بلبنان تسعى للتفوق لازم تنفتح للتقييم الخارجي. وبقتها بطلب من الجامعة طلبنا من اتحاد الجامعات الأوروبية يصير في تقييم للمؤسسة ككل للجامعة كلها ببروغرام برنامج خاص عندهم بالاتحاد الأوروبي اسمه Institutional Evaluation Program أو تقييم مؤسسي شامل. هذا دام سنتين وعلى أساس هالبرنامج اللي عملناه صار في عنا خطة عمل وقمنا بتحسينات كبيرة، قمنا بتطوير مهم للبرامج للعمل الإداري. وبعدها انتقلنا ل شيء اسمه الانستيتيوشنال اكريديتيشن واللي هي كمان استمرت وصار في تقييم خارجي وتقييم داخلي بمرحلة المراحل وصار في اكيد يعني اكسبرتس او وفد بيجوا بيزوروا الجامعة، بيزوروا المختبرات، بيشوفوا كمان بيلتقوا مع الطلاب، بيلتقوا مع الإدارة الهيئة الإدارية، بيلتقوا مع الأساتذة وبيشوفوا إذا الجامعة أو شروط الجامعة مطابقة مع الشروط الأوروبية. إذا مطابقة رح تاخد هالاعتماد. إذا مطابقة في مجموعة احتمالات، في يعطوها مدة أكثر تاخد هالاعتماد، في يقولوا أنتم هلا بمسار شو اسمه؟ الاعتماد، فيهم يقولوا كمان انه ما فيها تاخذ الاعتماد، وفيهم يقولوا انه لا مطابقه 100% وحنعطيها اعتماد على 5 سنين، واللي هو عمليا اللي صار بجامعه القدس الكلاسيك، اخذناه على 5 سنين لسنه 2017. بس هي يعني عمليا مرحله طويله، اساس المرحله هو بنتيجه الطالب، لانه الهدف هو التقييم قديش الجامعه عم بتطور حالها بشكل مستمر، وقديش الجامعه مهتمه بحياه الطالب بكل أشكالها، حياته العلمية الأكاديمية وكمان حياته على الكامبس، وأهم من هيك بيهتموا كتير كمان بوضع الكامبس وحياته يعني الكامبس المساحات والاكتيفيتيز اللي عم بتصير عم بترافق الطالب بمشاكله اليومية بالجامعة. اليوم عنا طلاب بالستوديو، طلاب مدرسة، أي مدرسة؟ خالد بن وليد. اهلا وسهلا فيكم. وبنعرف قد ايه يعني حياه المدرسه او حياه الجامعه بتاثر على الانسان وعلى هالفرد من بالمجتمع، انه بقضي يعني وقت كثير طويل من حياته اكثر بكثير ما بقضي وقت بالبيت. فهون الحياه الجامعيه وحياه كمان المدرسيه، بس حياه الجامعيه بالتحديد كثير مهمه تاثيرها على شخصيه هالفرد يلي بعدين رح يصير فاعل بالمجتمع. ولكن شو تاثير ضمان الجوده او هالشهاده على شهاده الطالب اللي رح ياخذها من الجامعه؟ أهمية الموضوع هي بتكون على عدة مستويات. أول شيء كلنا بنعرف أنه الطلاب الموجودين بجامعات بلبنان حابين أنه يروح يكملوا اختصاصات متكاملة بالخارج، إن كان على صعيد الاختصاصات التطبيقية أو كان على صعيد الدكتوراه. اليوم وقت بيكون في عندك جامعة عندها الاعتماد ضمن المعايير الأوروبية أو الأمريكية، يعني معناتها تلقائيا هالجامعات الموجودة بالخارج رح تعترف بمستوى هالطالب ورح تاخده بدون أي شروط مسبقة. ثاني شيء أهميتها هي سوق العمل. اليوم وقت بده يروح هيدا طالب خلص من مؤسسة وخاصة جامعة الروح القدس الكاثوليك وبده ينطلع على سوق العمل بلبنان أو بالخارج، رح يراجعوا دائما هالجامعة إذا هالجامعة معتمدة، شو المعايير الاعتماد اللي هي موجودة فيها، وقديش هالطالب بكرة بسوق العمل بده يكون في عنده فعالية، لأنه اليوم بس ينطلق الطالب على سوق العمل معناتها هو صورة للرفقاته يلي بده يجوا بعد منه. من هيك نحن كتير منصر على قصة أنه إنجاز كبير صار اليوم بجامعة الروح القدس الكاثوليك، هي أنه المؤسسة هي معتمدة، وبعتقد أنه قريباً رح نبلش باعتماد البرامج اللي هو كمان الشق الثاني بالموضوع، وهذا كمان رح ياخد جهد كبير من الأكيب العمل، وفعلاً من هنيون ومن أمني يعطيهم العافية. اعتماد البرامج يعني بالتحديد شو هو؟ هو عملياً بالعالم في نوعين من الاعتماد، في الاعتماد للمؤسسة ككل، نعم، وفي اعتماد لبرامج، وده تكون هيئات مختلفة بتعطي الاعتماد. مثلا في اعتماد خاص لبرامج الهندسة، في اعتماد خاص لكلية إدارة الأعمال، وهيدي هيئات مختصة لحالها عالمية كمان بتعطي هالاعتماد. هيدي عدة ورشات عملية عم نشتغل عليها كمان بجامعة الكاثوليك، كما إنه عم نسعى نحن للاعتماد هلا حاليا من هيئات بالولايات المتحدة الأمريكية كمان تنبرهن حاليا إنه الشروط الأكاديمية اللي عندنا بالجامعة والعمل الإداري والأكاديمي بيطابق المعايير المتبعة بالولايات المتحدة الأمريكية بالجامعات اللي عندها هيدي الأكاديمية. ما في فرق بين يعني الاعتراف الأوروبي والاعتراف الأمريكي؟ يعني منهم يعني مدرستين مختلفين؟ ما في بالمضمون، ما في كتير فرق. نلاحظ انه هي عمليا الشروط ذاتها، نعم، يمكن بالمراحل بيكون في شويه اختلاف، بس بالمضمون هو ضمان الجوده بالمبدا كمفهوم هو مفهوم واحد وذاته عند الكل.
قلنا هل اعتراف بضمان الجوده لجامعه روح القدس الكاثوليك بيستمر هلا على 5 سنين، وهيدي هي يعني كل 5 سنين لازم يكون في بعد مراقبه ثانيه لحتى يزيدوا 5 سنين ثانيين، كيف بتكون المتابعه وانتم كيف بتكون يعني تعرفوا حالكم انه عم تحافظوا على المستوى طبعاً المطلوب؟ هو مبدا ضمان الجوده انه تكون الجامعه عم تبرهن انه هي بتطور مستمر، يعني هيدا احد النقاط الكثير مهمه انه الجامعه عم تبين على سنين على مسار انه عم تتطور بشكل مستمر. فاذا الجامعه هلا اليوم عندها اعتماد ضمان الجوده، هذا كمان بيعطيها مسؤوليه كبيره لانه هي بدها تضل على تطور مستمر على شروط اصعب واصعب واصعب. يعني مشان هيك ما في ضمان جوده بينعطى او شهاده بتنعطى مدى الحياه، في بده ينعطى شهاده بتنعطى لفتره معينه وبده يرجع يجي يصير في تقييم داخلي وتقييم خارجي للمؤسسه تبين انه هي عم تتطور بشكل مستمر. معقوله هالشيء؟ يعني هالمستوى اللي بتوصل له جامعه معينه ان كان جامعه الكاثوليك او اي جامعه ثانيه تكون عم بتزيد من الشروط القبول، قبول التلاميذ، يعني بصير كمان المدارس بدها تكون عم تعلي من مستواها لتقدر تفوت على هالجامعات؟ هذا مشروع متكامل، مشروع متكامل، لانه هذا بالنتيجه وقتها بنقول انه الجامعه اخذت الاعتماد. هو الاعتماد في عده عوامل بتفوت بالاعتماد، ومنها هي شروط القبول، شروط الانتساب، وشروط التخرج، الطالب، الاستاذ، الاداره، ما هيدا كلها اشياء اساسيه بتركيبه الاعتماد وكيفيه الحصول على الاعتماد. بالنسبه لنا بس تقول انه اليوم هيئه ضمان الجوده بلبنان رح يكون لها الدور المكمل بما يخص هيئه الاعتماد الخارجيه، لانه هي هيئه وطنيه رح تكون بلبنان ورح تعمل اوديت على المؤسسات بلبنان كمان كل 4 سنين، وهالاوديت رح يكون شامل ورح يكون ضمن منه هو البرامج الأساسية، لأنه أوقات الجامعات بياخدوا إذن مباشرة أو قرار مبدئي باختصاص وبيعتبروا أنه هذا اختصاص هو لا نهاية، فيهم ضلوا يعطوه بالطريقة اللي بدهم إياها. إجت هيدي الهيئة تفرض شروط القوانين لنكون نحن نعتبر حالنا بالستاندار الدولي والعالمي للجامعات الدولية، وهذا الشيء اللي كتير مهم بالنسبة لنا. يعني هون مبدأ المراوحة والكورس اللي عم ينعطى على 10 أو 20 سنة هو نفسه خلصنا؟ لا طبعا، هذا أكيد منا شغلة واردة بقى كليا بالجامعة، ومن أهم شروط ضمان الجودة هو التركيز على شيء اسمه teaching and learning، يعني التعلم والتعليم عند الطالب، التعلم والتعليم، يعني في شق اللي خص بالهيئة التعليمية، ولازم يكون في تطوير مستمر للكفاءات بالهيئة التعليمية وكمان لتقنيات التعليم. يعني احنا بجامعة الكاثوليك هلا اعتمدنا دخلنا شيء اسمه الاي ليرنينج أو التعلم الإلكتروني، بيساعد عملية اكتساب المهارات عند الطلاب، وبدنا نبين انه في تقييم مستمر للبرامج للمواد وللهيئة التعليمية اللي هي بتطور مستمر. بدنا نضمن بضمان الجودة، يعني هي لازم الجامعة تبرهن انه هي ضامنة كمان الكفاءات اللي اكتسبها الطالب من هالشهادة اللي أخذها، يعني هي ضمانة كمان لشو اكتسب الطالب من التعليم ومن كفاءات. فالتعلم والتعليم شيء أساسي. هو الطالب هو جزء من التقييم، لانه بكل اخر فصل الطالب بده يعبي استماره ولا ما بيقدر يحصل على علاماته تقيم وضع الكورس يلي اخده خلال الفصل، اذا كان الاستاذ عم بيعطي باداء جيد، اذا بيعرف كل المعلومات، اذا التقنيات المستعمله ضمن الكور هي تقنيات حديثه، كيفيه تقييم الطالب بهالمرحله الفصل، لانه ما ننسى انه بنظامنا اللي هو نظام الارصد الامريكي الطالب يقيم خلال الفصل الكامل مش بس بامتحان اخر الفصل، وهيدي اهميه انه الطالب يعطي رايه كمان باداء الاستاذ وبكيفيه تكوين الكور وتطبيقه مع المعايير الدوليه. القانون وين؟ نحن بس نقول مشروع قانون، يعني ما كتير دائما بنكون واثقين انه رح يوصل للنتيجه المطلوبه. نحن بفتره زمنيه كمان كنا معتقدين زيت شيء، لانه قانون تنظيم التعليم العالي صار له من 2003 عم بيروح ويجي ويتداول فيه، بس يلي فينا نقول اليوم انه قطع كل المراحل، قطع مجلس الوزراء، قطع اللجان النيابيه المشتركه، قطع اللجان النيابيه المتخصصه، وهلا صار بالجمعيه العموميه. وبعتقد باول ظرف بده يكون في جمعيه عموميه رح يكون مطروح القانونين اللي هن قانون تنظيم التعليم العالي الخاص بلبنان وانشاء هيئه ضمان الجوده، اللي هن بعتبرهم اساسيه بلبنان، لانه عدد مؤسسات التعليم العالي هو كثير بلبنان تنقدر نضبط ويصفي في عنا ستاندرزاسيون لكل هالجامعات، لازم يكون في قوانين تقدر تحط سقف اللعبة عالي
يكون في عندنا تعليم عالي مهم ونحافظ عليه، مثل ما كل الناس تعرف بالعالم قديش مستوى التعليم العالي مهم بلبنان. يعني من خلال هالقانون رح يكون في اجباري انه الجامعه تكون عم توصل لهالمستوى وتكون عم تاخذ اعتماد لتقدر تتابع؟ على الصعيد الوطني اظن حتكون شغله الزاميه للجامعات، بس هون شغله كثير مهمه للجامعات لتتطور، بدها كمبدا عام. ما في ولا جامعه تتطور اليوم الا ما تنفتح لشيء اسمه تقييم خارجي. هلا فيها تكون هيئه وطنيه مستقله، فيها تكون كمان تقييم على صعيد مؤسسات او هيئات كمان خارجيه دوليه، بس مهم كثير كل جامعه تنفتح للتقييم الخارجي، وهذا شيء اساسي. شغله ثانيه كثير مهمه للجامعات، لانه عالم الجامعات اليوم مبني كمان على الانوفيشن، على على الابتكار، والجامعات كمان التعاون بين بعضها، ويصير في نوع من شيء اسمه تبادل خبرات، بنسميها احنا شيرد اكسبيرينس. يعني كل جامعه تنظر على جامعات تعتبرها انه هي بالنسبه لها تقدمت بدومين معين، بنطاق معين، فيها تستفيد من الخبرات. فعمليا بكتاب عالم الجامعات، الجامعات تستفيد من بعضها، وهذا الشيء لازم يكون يتشجع بلبنان، والجامعات تتجرأ كمان تنفتح للخارج لغير جامعات، وتنفتح اهم شيء للتقييم الخارجي. بلا تقييم بعتبر انه ما حيكون في تقدم. دكتور جورج يحشوشي، اهلا وسهلا فيك. بروفيسور نعم عويني، اهلا وسهلا فيك، واكيد مبروك لجامعه روح القدس الكاثوليك ضمان الجوده، وبنتامل انه هالمشروع يبصر النور. شكرا لكم. شكرا لك. مشاهدينا هلا وقفه ونرجع نتابع.